ولمزيد من التفاصيل حول استمرار القوات الحكومية بحملات الاعتقال العشوائية ضد مناطق بعينها في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ مكي النزال. أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. ما مبرر هذه الحملات المستمرة ضد المدنيين في أقضية بغداد والأنبار تحديدا، رغم إعلان الحكومة نهاية تنظيم داعش منذ عام 2017؟ يعني الحقيقة هي نهاية هذه الأسطورة التي يسمونها عملية سياسية، هذه التي صوروها وكأنها الحل للعراق. ومنذ 17 عاما تعاقب الظلمة على فعل هذا العمل الشنيع الذي هو ترويع المواطنين وإرسالهم إلى السجون وبعضهم يقتل. اليوم حكومة بين قوسين يقولون أنها جديدة وأنها بنفس جديد. بهذه الأفعال وهذا الرداء الذي ترونه الذي يرمز لما يسمونه مكافحة الإرهاب، هم يعلنون نهاية هذه الحكومة مبكرا. وهذا الشيء ليس جديدا ولن ينتهي إلا بنهاية هذه العملية السياسية البائسة. نعم أستاذ مكي، إلى أي مدى تظن أن المادة الواردة في الدستور الحالي تحت مسمى مكافحة الإرهاب تهدف للتغطية على الانتهاكات والتضييق على الحريات؟ هي وضعت أساسا لهذا الغرض. هم كتبوا هذا الدستور وأيضا بين هلالين ليكون صوتا بيد الجلاد، ليكون سكينا يذبحون بها العراقيين. هم وضعوا هذا الدستور بكل مواده للسيطرة على الشعب العراقي وتغيير الديمغرافيا وكل ما جاءت به هذه العملية السياسية من سوء. هذا ما تفعله هذه المادة. هذه المادة كان يمكن أن تسخر فعلا لتطهير العراق من الإرهاب، والإرهاب اليوم في المنطقة الخضراء له قصور وله مقرات في بغداد وفي المحافظات، وثبت أن الإرهاب هو إرهاب الدولة في مظاهرات تشرين الأخيرة. يعني قد يقول قائل أنهم فعلا يستهدفون الفلانيين والتنظيم الفلاني، ولكن ماذا عن 35,000 ضحية في ثورة تشرين؟ هم أيضا يستغلون هذه الفقرة لذبح الجزء الآخر من الشعب العراقي. بالحديث عن الميليشيات، كيف يفسر قيامها بحملة اعتقالات وهي أصلا مصنفة كمنظمات إرهابية ومتهمة بارتكاب جرائم حرب؟ يعني عندنا مثل عراقي يقول حب واحكي واشرح واحكي. هؤلاء عند النظام في بغداد وعند من يرعونه خارج الحدود، هؤلاء هم الجيش الحقيقي الذي ينفذون به المشروع السيء في العراق. أما تسميتهم كمنظمات إرهابية فهي تزويق لوضع جديد أرادوا أن يكون أجمل منظرا وأسوأ جوهرا من سابقاته. هذه الميليشيات ميليشيات جربنا ظلمها منذ دمجها أياد علاوي، منذ جاء بها الاحتلال الحقيقي للعراق في 2003 ذقنا ظلمها ومرارة سطوتها في الفلوجة والموصل وصلاح الدين، واليوم تنتشر في عموم العراق وتعود تعيد الكرة إلى مناطق بذاتها تستهدف فيها تغيير الديمغرافيا بشكل واضح وفاضح. ولذلك لا تصدقوا هذه التسميات أنها إرهابية وغيرها. نعم هي إرهابية نعرفها، ولكن من سماها بالإرهابية يرعاها ويسلحها، وبدليل أن البزة التي يلبسونها هي من صناعة غربية والسلاح الذي يحملونه هو سلاح أمريكي.
كانت حكومة الكاظمي في بداية تشكيلها قدمت نفسها على أنها حكومة إصلاحات. أمام هذه الاعتقالات الأخيرة، إلى أي مدى تعتقد أن هذه الحكومة وقعت في نفس الفخ الذي وقعت فيه الحكومات السابقة وعجزت أمام هذه الميليشيات؟ نعم، قلنا أن هذه الحكومة بين هلالين، لأننا لا نعترف بهم كحكومات، جاءت على أساس الإصلاح وعلى أساس أنها حكومة مؤقتة هدفها الإصلاح، ولكن يبدو أنهم دخلوا دورات في عمليات التجميل لوجه مشوه لا تصلح معه عمليات تجميل. هم يدعون ذلك، ولكن في الحقيقة هم ليسوا بأفضل حال من سابقيهم، ولن يكون لاحقوهم بأفضل حال منهم إلا إذا تغير كل شيء من الجذور وعاد العراق لأيادي أمينة ونظيفة بعيدة عن هؤلاء المستوردين لإنهاك العراق بل لتدمير العراق. شكرا جزيلا لكم عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ مكي النزال، كنت معنا عبر الهاتف.